السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نديرو إخوان أخواتي كيف ما كتشوفوا رش حيت دابا الصيف كيكون ناموس وداكشي، كنستعملو هادي هكا، كنضغطو هكا باش نشوفو البريسيون كيف ما كتشوفوا، كنضغطو هكا ونسدوها هكا، وغادي ناخدو هاد الحامل هذا هو هكا. يوم روتيني في الحديقة ديال المنزل، كنشكر الأخ اللي عطاني هاد الآلة، صاحب الإختصاص يقولي شنو سميتها، هي كتلبس هكا، وضروري ضروري كيف ما كتشوفو. درت على حديقة المنزل وغادي نرش باش الحشرات ما يبقاوش، كيجيكم اللون الصفر. فيها الريحة قاسحة، لكن إلى العمل. كما كتشوفوا اخواني اخواتي، انا راه اصلا صورت لكم هذا الفيديو باش نوريكم حديقه المنزل بطبيعه الحال، وحنا كنديروا لهاد الحشرات. هنا كاينين حشرات بزاف، هذا الدواء البخوش كيداوي الشجر، ايوا قلنا نداوي الشجر شويه. ضروري خصكم تلبسوا الكاسك وديروا الليغات، تغسلوا يديكم مزيان بالماء والصابون والمعقم. هكا حاربنا الحشرات وخدوا مجهد. وديما اخواني اخواتي في العشيه، في العشيه بطبيعه الحال ولا الصباح بكري، ايوا ما تقولوش مصطفى ماشي حادك، ضروري نتهرب في الجريده ديالي. تحياتي ليكم كاملين، خويا امين العاوري ما يضرك، خويا نوفل، ميكو، مريم الكويت، ام انيس، فاطمه، تفوغات، كل اخوات اخوات اللي كيدخلوا القناه. اذان، الله اكبر. مستمتع بصراحة. وهنا كيف ما كتشوفوا هاد الحامضة كانت فيها الدودة. كتسمعوا لا كوبتير، هكا you
هكا كملنا الجردة. اصلا انا اخواني اخواتي راه خدمت وصورت لكم غير هاد اللقطات. ما تنساوش اللايك والبارطاج. شكرا على الدعم ديالكم. اراكم في فيديو لاحق. وهادي شتو كنديرو ليها هكا. الله اكبر. يا ربي تسهل عليكم هاد الاذان. واللي مريض الله يشافي، واللي مريض الله يشافي، واللي بغى شي رزق ربي يعطيه ليه. الله يسهل عليكم جميعا.